طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم تاني، نقول السلام عليكم، نقول النهارده ان شاء الله المحاضره الاخيره في الترم، اوكي، واخر يوم بالفعل فيه المفروض تبقى فيه تدريس، اللي هو النهارده المفروض اساسا كان هيبقى ريفيجن، بس لو حد عنده سؤال وكده نجاوب عليه. في حته كانت باقيه اللي هي الادفانسد ماشينينج بروسيس، هنبتدي نتكلم عليها سريعا ونشوف ليها فيديوين ولا حاجه، هقول لكم الغرض منها اساسا ايه، انك تعرف ايه. فبقول عندنا الادفانسد ماشينينج بروسيس، دي بروسيس اساسا الهدف منها انك انت في عندك حاجات في الكونفنشنال بروسيجرز اللي انت خدتها معانا، اللي هي زي مثلا لما كنا بنتكلم السلايد الاولانيه في التيرنينج، اللي هي كانت بقول لك ان عندي في الماشينينج في تشاب ريموفال، لا في تشاب ريموفال، في ابريجن بتاع دوت اللي هو زي الجرايندنج، بعد كده اتنقلنا على الحاجات اللي هي النون تراديشنال، اللي هي منها كان اي دي ام، منها ووتر جيت، منها ليزر بيم كات، وهكذا. لو انتوا فاكرين السلايد دي، لو مش فاكرينها انا ممكن اعملها افتحها، لا انا ممكن افتحها واحط لكم على هنا قدامنا على طول. هي دي تمام، اللي هي لما جينا قلنا عندنا اهي، لو احنا جينا اتكلمنا قلنا في عندنا العمليات في تراديشنال وفي نون تراديشنال، او في تراديشنال وفي ادفانس، فنقول عندنا في تشيب ريموفال زي اللي خدناهم كلهم، اللي هم تيرنينج، ميلينج، دريلينج، شيبينج، كل ده. في الابريجن اللي زي كان اللي خدنا منه نوع واحد اللي هو الجرايندنج، طبعا في لابينج وغونينج وحاجات كده كتير، اللي هو بيستعمل ابريزف بارتكلز عشان تقوم تعمل ايه، عمليه الفينشنج اللي انت عايزها في السيرفيس اللي انت عملت له ماشين. النون تراديشنال هتلاقي منهم ابريجن، وهتلاقي عندنا ايه زي الابريز في ووتر جيت، زي الالتراسونيك، زي الووتر جيت، كل ده عندنا ابريجن. في عندنا الاروجن اللي هو زي الاي دي ام او الاي سي ام او الليزر بيم او البلازما بيم ماشين. ده بس كنت بفكر. فاحنا عندنا الطرق بتاعتنا اللي المفروض نتكلم في انواع كتير جدا للماشين، ادفانسد ماشينينج بروسيس، في عندنا كيميكال مالينج، في عندنا فوتو كيميكال بلانكينج، في عندنا ماشينينج، في عندنا جرايندنج، في عندنا اي دي ام اللي هو الكتريك تشارج ماشينينج، وفي عندنا ايه ابتدى الكتريك تشارج واير كات، وده اللي هنتكلم عليه، والليزر بيم ماشينينج برضو هنعرف فكره عنه بيستخدم في ايه وما بيستخدمش في ايه، والووتر جيت ماشينينج والابريز ووتر جيت. طبعا اهم حاجه لما بنيجي نتكلم على اي طريقه من دول نبقى فاهمين هي فعليا بتبقى الميزه فيها انها بتديك حاجات اكيوريت، حاجات الدايمنشن بتاعتها ممكن تبقى صغيره مقارنه بحاجات تانية ما تقدرش مثلا تثبتها عندك على ايه، على ماشين او كده. فهنا بيورينا مثلا ازاي انك انت باستخدام مثلا تعمل ايه مايكروسكوب الجير زي كده ماشي، بطريقه اتشنج، يعني زي الطريقه اللي كنا بنتكلم عليها الروجن دي خلاص بالاي سي ام. فبقول عندنا ده طريقه، نلاقي عندي الدايمتر بتاع ده حوالي 100 مايكرون، 100 مايكرون دي تقريبا قد شعرية راسك يعني، او تقريبا يعني قريبه منها. في عندنا حاجه تانية انا بيورينا ازاي بالليزر، اعتقد ان ده كان قطع بالليزر انا ما اتذكر يعني، بالليزر بي اوكي. فهنا كان بيعمل عندي زي بليت او شيت، وبيبتدي يعمل فتحات او اشكال فيه محدده بشكل معين، دي الطريقه الوحيده اللي يقدر يعملها. خلي بالك ان ادفانس ماشينينج ما هوش رخيص، ولكن طبعا بالنسبه لك بيحل قضيه انك انت ما عندكش مكنه تعمل لك الكلام ده. ونرجع نقول حاجه، كل المكن اللي خدته معانا كونفنشن هو ايه بقى الفرق ما بين حاجه بيسموها سي ان سي وايه اللي احنا خدناه في الورك شوب؟ اللي خدتوه في الورك شوب هو الاساس، هو الاساس بتاع المكنه تمام، اللي هي بعد كده انت ايه المشكله ان بدل ما نخلي التكنيشن واقف عمال يظبط فيد ويظبط دبس اوف كات ويحرك التول عشان يبقى واقف مراقب الشغله ومراقب القلم وصل لفين، لا كل القصه دي بتنتهي هو بيحط البارامترز بتاعته، يحطها في بروجرام، يحط الحاجات اللي هو عايزها، ويسيب المكنه هي شغاله مع نفسها. ده الفرق. فلو احنا ما كانش في حد فاهم الدنيا بتمشي ازاي، ما كانش هيعرف يعمل بروجرامنج وايه، ويخلي تبتدي تعمل برنامج للمكنه وتبتدي تقطع وهي فولي كنترول خلاص. فده بنقول عندنا اللي هي النيوميريكال كنترول ماشين. طبعا السي ان سي بقى لها فتره كبيره جدا ماشي، حاجه معروفه من دلوقتي بقى اكتر مثلا من قلنا 20 اكتر من 30 سنه وهي معروفه والناس مستعملاها. فطبعا احنا بنقول ان ده خدت من العادي معانا لان ده اللي هتقدر تشوف فيه حاجه، لكن السي ان سي ماشين هتشوف ايه؟ هبقى قافلين التول عمال يتحرك وخلاص، زي مثلا ما وريتكم زمان الراوتر في البتاع دوت في الكاربنتري، الهات عماله تتحرك وبتقطع خلاص انا مش شايف في حاجه، لكن انا لا فاهمه فين حركه قطع، ولا فاهمه فين التول، ولا فاهمه فين ديبث اوف كات، ولا فاهمه حتى اساسيات المكنه. فده كان السبب ان احنا اديناه الكونفنشن، واذا كملت بعد كده في اي بروج باي برنامج او اي ديبارتمنت ودخلت وكان حظك انك لازم تاخد مانيفاكتشر تكنولوجي هتفهم، لا بس ده على يعني في ليفل كبير، مش السنه الجايه، مش في مور يعني.
اوكي يعني سي ان سي ده بيبقى كورس بياخدوه مثلا بتوع ميكاترونيك اعتقد، بياخدوه بتوع برودكشن، مش متذكره قوي في حد تاني ولا لا يعني. المهم فده اساس. او لو صادف انك انت مثلا اشتغلت في حاجه تانية خالص بتاع كهرباء مثلا، وبقيت ايه بقيت ان كونتاكت مع الماكينات دي، بتصرف بتعمل لها حاجه، بتعمل لها حاجه في الكنترول بتاعها او كده، خلاص. فده بس عشان ما حدش يخلط ويقول لي هي دي مش السي ان سي، لا الحاجات اللي بنتكلم عليها البروسيس دي هي كمان لازم تبقى فولي كنترول. يعني لما اجي اقول لك دلوقتي البتاع دوت الاي دي ام، هوريك الماشين عامله ازاي. اما اجي اتكلم على الووتر جيت، هيد عماله تتحرك بس ما حدش بيحركها، ففي مكنه كبيره قوي للميكانيزم اللي احنا بنتكلم عليه، هي دي بتكنترول الموضوع ده كله. طبعا احنا فعليا ما عندناش ولا حاجه من دول في الكليه، يعني ما عندناش الليزر، بتهيألي في معمل جاب مكنه ليزر ماشينينج مش عارفه، وعندنا اي دي ام بس دي حاجه على سكيل ابحاث صغيره، مش افيلبل للطلبه ان هم يشوفوها يعني. فما عندناش معظم الحاجات دي، الابريزف ووتر جيت لا، والووتر جيت لا، ممكن يبقى موجود في مصانع في مصر. اوكي فانا هنوريكم فيديوهات ليها بحيث ان انتوا تبقوا مستوعبين ايه الموضوع. فعندنا اول حاجه الاي دي ام اللي هو الكتريك تشارج واير كات، ان عباره عندي في واير، الواير ده بيبقى عندي متوصل بتيار ماشي، وفي الورك بيس بتاعتي لازم في الحاله دي تبقى كوندكتيف، وما بين الاثنين دول بيتولد سبارك. السبارك اللي هنا ده بيبقى ليه ويتس، ليه جاب معينه ما بين ايه السبارك ده بين الاثنين، بيبقى الكلام ده عشان تكنترول عمليه السباركنج اللي بتحصل، ويبتدي يحصل ترفع درجه حراره المعدن اثناء عمليه القطع، ترفع الحته اللي بتعدي فيها الواير. اوكي الواير ده بيتحرك طبعا اكوردنج للايه للاوردر اللي انت بتديله، هيمشي ازاي في الورك بيس بتاعتك. ده هنا في حاجه لازم يبقى في عندي داي الكتريك فلويد. داي الكتريك فلويد ده بيبقى الغرض منه ان يعمل حاجتين، يكنترول السبارك اللي هيتولد، الحاجه الثانيه برد الورك بيس. اوكي كل ده مطلوب عندنا اثناء عمليه الايه القطع. هو ما بيوصلش، ما بيبقاش كوندكتيف، لكن الورك بيس هنا لازم تبقى كوندكتور، لازم تبقى ايه بتوصل. وهتشوف عندنا الفولت كام وكده، والحاجات دي كلها هنشوفها في فيديو عندنا. مشكله الاي دي ام عندي ان السطح دايما اللي انا بتعرض له، طبعا بيقدر اقول لك انه بيقدر يعمل حاجات زي كده، الحاجات اللي احنا شايفينها، حاجات شارب زي دي، حاجات فيري بتاع ده ودلكت، حاجات فيها تقوب في بعضها، فيها وايه فيها هولز وحاجات زي دي، فيقدر يعمل الكلام ده عندي بالايه بالاي دي ام. خلاص فنيجي عندنا هنا، ادي الماشين بتاعتنا، ادي الواير لو احنا شايفينه، يبتدي الواير ده يخش يلامس الايه الورك بيس بتاعتنا، فيبتدي يحصل تولد سبارك ما بينهم. السبارك ده هو اللي بيبقى مسؤول عن عمليه القطع. في مشكله في الاي دي ام نتيجه ان بيحصل تولد السبارك ده، بيؤدي لرفع درجه حراره السيرفس اللي انت بتقطع عنده عاليه شويه، فده بيؤدي لتغيير الاستراكشر بتاع السيرفس عن اللي جوه. فعشان كده لو انت مهم قوي عندك ورك بيس، الحاجات اللي هي بيستعملوها في عمليه القطع بالايه زي الاي دي ام وكده، الحاجات اللي هي صعب انك تتعامل معاها بعمليات الماشيننج العاديه، اللي هي زي مثلا ما ينفعش اجيب لها تيرنينج تول مثلا معمول سمن كربات. لو انا عندي حاجه اصلا معموله تنجستن وعايزه اقطعها، هقطعها ازاي؟ ما انا التول بتاعي اصلا في تنجستن، يبقى انا مش هقدر اقطع. فالطريقه الوحيده الحاجات اللي هي الادفانس دي اسهل طريقه للايه عمليات القطع بتاعت المواد اللي هي صعب التعامل معاها. فبنقول عندنا في البتاع ده بالاي دي ام، بيقوم اولا السطح اللي طالع ده بيبقى سطح بالنسبه شويه مش رف، بيبقى فيه تغير في البتاع ده بروبرتيز بتاع عن السيرفيس الداخلي، وبالتالي لو انت قلقان منه لازم بعد ما تخلص العمليه دي انك تعمل له زي عمليه جرايندنج او حاجه، بحيث انك تشيل الحاجه اللي على السيرفيس، الطبقه اللي هي ايه اللي نتيجه عمليه القطع بالاي دي ام. عندنا طبعا في حاجه ان الواير اللي بستعمله ده كل مره لازم هيبتدي يتغير. الفلويد قلنا بيستخدم لازم عشان ان انا بيسيف كل حاجه، وبيكنترول السبارك، وبيكنترول يعمل كولينج للورك بيس، بيسهل ان تشيل كمان الدبرس او البارتكلز اللي بتطلع اثناء عمليه القطع. اوكي فهي بيقول لك بالظبط شبه معايا عامله كده، بيتشبه الواير كانه زي بانسو، بس ده بقى بيتحرك جوه الايه جوه الورك بيس بتاعي. طيب نيجي عندنا بقى قبل ما نشوف ده، ممكن نوريكم فيديو للايه او نشوف الليزر وبعدين نرجع نشوف الايه الاي دي ام. الليزر طبعا هو عباره عن ايه كونسنتريتد تيموفلايت، بيعمل ايفابوريشن في الايه في البارت بتاعي اللي انا عايز اعمل فيه عمليه قطع، بيتسبب لي وراه حاجتين، بيديني رف سيرفيس، بيديني بيعمل هيت افكتد زون، المنطقه اللي بيقطع فيها بيرفع فيها درجه الحراره وبالتالي بيأثر عليها. اوكي طبعا الليزر بيستخدموه في حاجات مختلفه، ولكن دايما عندي مشكله لو انت بتتعامل مع ميتال هيبقى سايب لك عندك اللي هي الهيت افكتد زون ورف سيرفيس، دي مشكله. خلاص فده بنقول عندنا ان هو بتاع دوت بينفع، سوري احنا دخلنا على الابريزيف. يبقى هنا عندنا عمليه القطع بالليزر بيم زي ما احنا شايفين، حاجات زي كده بتديني اشكال صح دقيقه وحاجات اللي انا عايزاها كلها، ولكن ستيل هيبقى عندي مشكله ان تديني الرف سيرفيس والهيت افكتد زون اللي بنقول عليه. بيقدر يعمل حاجه، يقدر يعمل لي هول الديامتر بتاعها بيبقى حوالي 5 مايكرون. اوكي
بيقدر ان الثقب ده اللي انت عامله يكون الدبس بتاعه 50 to 1، يعني لو انت الديامتر 5 مايكرون يبقى ممكن الدبس يبقى حوالي around 250 مايكرون. تمام. الووتر جت بقى، طب نشوف الاول بتاع دوت للاي دي ام، نوقف الشير ده. ايوه سيف الرحمن. يا دكتور استاذ اسال، لو ايه الفرق بين الابريجن والايروجن؟ الابريجن والايروجن صح؟ مش هو ده قصدك؟ الابريجن انك انت عندك فيها ابريزف ماتيريال او ابريزف بارتكلز، ماشي. الايروجن انك انت بتستخدم حاجه بتكون هي كانها بتاكل في الجزء اللي انت بتعمله، زي الاي سي ام اكتر حاجه باينه. اوكي، في عندك كيميكالز، في يعني في عندك حاجه. الابريجن بيبقى حد قدوس قطيعة يعني، التاني لأ. لا هنا مفيش على فكره، لا في الابريجن ولا في الايروجن مفيش عندي حد قاطع بالمعنى المفهوم اللي احنا شايفينه. طب ممكن نبص دي واحده بس على ده ونفهم تاني. انا قلت ان الادفانس ماشيني ما عندكش اداه قطع بالمعنى المفهوم، لان اذا كنت انت في الجرايند ما كانش عندك حاجه اسمها ايه، في عندك جرايند ويل كلها حبيبات قطع بتقوم بعمليه القطع. فهنا المره دي ما عنديش حد، ما عنديش اداه، ما عنديش ايه حاجه همسكها في ايديا اقول هي دي اللي بتقطع، واخد بالك؟ يمكن في البتاع ده في الاي دي ام واير كات، اه يمكن نسبيا تفهم ان في حاجه بتعدي، بس الواير هو مش بيقطع. اوكي، هنشوف دلوقتي حاجه. الفيديو ظهر قدامكم؟ ايوه بيوريك حاجات دقيقة زي كده، حاجات زي دي، زي الفيكشر بتاعت بعض حاجات، كل الأشكال دي يقدر يعملها عندي بالإيه، بالأدفانس ماشين. هنا بيوريني عندنا بالإي دي إم. بدل ما يبقى عندك إيه؟ بنسي كده عندك واير. مش صح؟ ما الصوت؟ لا ما فيش صوت. بتسمعوا الصوت بتاع الفيديو؟ لا ها؟ لا مش بالنسبة. لا طبعا. هنا بيوريك ازاي الواير بيبتدي يتحرك، هو اوريدي واخد ايه ليكت تشارج. اوكي، يبتدي يعدي جوه الوكت نفسها في ايه، شوف التمبريتشر لما يعدي الواير بيوصل لكام. النقطة الصغيرة دي مايكرون، ده شعرك يعني حوالي شعرتك دي حوالي 1000 مايكرون. ده بتاع دوت التكنيك اللي بيستعمل عشان يعمل كولينج ويشيل الحاجات دي. في بعض الحاجات اللي بتتعمل في الأيام، حاجات زي كده. اللي فات ده كان بيقول لنا ازاي يقدر يعمل هولز في ايه؟ في استخدام دي ام. يعني حتى ده يعتبر شوف الماشين عامل ازاي؟ ماشي ايه، مش بس واير كده وبتاع ده
صوت حضرتك مش واضح قوي يا دكتور، مش سامعني. الحاجات دي كلها، كل الحاجات دي طبعا كل دي. تمام كده. نكمل المحاضرة بتاعتنا. الووتر جت ماشينينج دي طريقة بقالها أكتر، مثلا لو قلنا من نهاية التسعينات أو قبليها شوية، يعني بقالها داخلة في إيه، في حوالي 30 داخلة في حوالي 30 سنة بت إيه بتصادم. كانت الأول مجال ريسيرش وبعد كده ابتدت تتطبق فعلا. هتلاقي عندنا البريشرايزد ووتر جت بيقطع عندي جروفز، يقدر يعمل عندي جروفز وورك بيس يقطعها لي. في ميزة بقى في الابريسيف ووتر جت، احنا عاملين نقول الليزر عنده مشكلة، بيعمل هيت افكت الزون، بيسيب راف سيرفس، مش عارفة الاي دي ام بيعمل كذا. لما نيجي نتكلم على الووتر جيت ماشينينج هيحل لنا حاجات كتير، منها انه لا محتاج حاجه ورك بيس كوندكتور، ولا محتاج حاجه من دي، ولا محتاج كارنت، لا محتاج ميه وبريشر عالي بس، غير كده لا. فلقوا عندنا الابريسيف ووتر جيت بينفع، ولكن محتاجين حاجه بافشنسي احسن، وتقدر تتعامل كمان مع معظم انواع الميتلز بالذات منها الهارد. فحطوا بارتكلز جوه الووتر جيت ده وسموه ابريسيف ووتر جيت. اوكي، الميزه هنا في الايه، في الووتر جيت عموما قلنا ان هما ما بيعملش افكتد زون. اوكي، ما بيسيبش عندي تدوت رفنس على السيرفس، بيتعامل مع معظم الميتلز، كل الميتلز والنون ميتلز، يعني بيقدر يتعامل مع دول ومع دول، ما عندوش مشكله في اي حاجه. الميكانيزم بتاعه بسيط جدا. طبعا احنا الحاجات بتاعه الليزر بيم والاي دي ام ما بطلبش منك الايه، الفكره بتاعت لو فكره عمل الطريقه نفسها او البروسيدر بتاعتها، انا كل اللي يهمني انك تبقى عارف الطريقه دي تنفع لمين وما تنفعش لمين، الطريقه دي ايه الميزه بتاعتها والعيب بتاعتها. الاي دي ام والليزر يدوني حاجات شيب اكيرت كل حاجه، كل واحد فيهم عنده مشكله. هنا عندنا الابريزي ووتر جيت لا حل حاجات كتير، يقدر يطلع لك حاجات بسكنس مختلف، يقدر يطلع لك ماتيريالز مختلفه، ولكن اللي بيفرق عندي ايه، ان انا بالفعل لما اجي اوريك في الفيديو، لما تلاقي بتعامل مع حاجه ليها سكنس كبير، هتلاقي المشكله دايما ان الريت بتاع الحركه بتاعه الايه الووتر جيت او الابريزي ووتر جيت نوزل بطيئه جدا، بطيئه ما بتتحركش من مكانها بسهوله. اوكي، فده بيقول عندي بالنسبه لشكله عامل ازاي. كان هنا بيبقى فيه عندي زي بامب، اوكي، بيدخل عندي الفلويد في هيدروليك، هنا يونت بيبتدي يدخل عندي من الفالف ده فينا سفير نازل، بيبقى داخل الميه اندر بريشر عالي، تعدي عندي تعمل عمليه القطع في الايه في الورك بيس بتاعي. او في طريقه تانية احسن شويه، هنا بيوريني ازاي زي حوض مليان ميه بيقطع في حاجه زي السيراميك اللي احنا شايفينها قدامنا دي، وهنا بيعمل عمليه الايه تبريد ليها، يعني هو كده كده بيستعمل الميه وفي نفس الوقت هي موجوده في نفس الايه المكان. طيب الابريسيف ووتر جيت دي احسن ان هحط فيها هارد باركلز، لو تخيلنا حتى ان حطيت فيها سان، اوكي، واثناء عمليه القطع والحاجات دي كلها هتقدر تسهل عندك الايه العمليه، تلاقي نفسك انك في ميزه ان تشابل ريموفر لما بحط ابريسيف باركل الريت بتاع الريموفر بيبقى اسرع واسهل. بتعامل مع ميتال ومنان ميتال، بقدر اتعامل مع كومبوست ماتيريال، اوكي، ممكن ان انا بالفعل البارتكلز دي بعد ما عشان الميه طبعا هتشيل اي بارتكلز هتطلع اثناء عمليه الايه القطع، يعني انت طبعا لو بتقطع في الماده لازم في تشاب بسيط هيطلع او حاجه نتيجه الاحتكاك ما بين الحبيبات وما بين المعدن، في حاجه هتطلع بارتكلز كده صغيره من المعدن نفسه هيشيل الاجزاء دي ويبتدي ايه ينظف معايا او يبقى. خلي بالك ان الميه دي اوريدي بتتفلتر وتستخدم تاني، يعني مش عاملين كل البحر الميه اللي احنا هنشوفه ده هيخلص ويرمي، لا بيتعامل ايه فلتريشن جوه الماشين نفسها. الطريقه دي كويسه. الحاجه في بعض مواد عندي ما اقدرش اعرضها للاي دي ام، في بعضها ما اقدرش استخدمه في ان انا اقطعه بالايه بالليزر بيم اعرضه الحراره عاليه، تمام، لكن لما بعمل الكلام ده بالابريس فوتر جيت في ميزه ان انا عندي الحاجات اللي هي تتاثر بالحراره بسرعه ممكن استعمل لها القطع بالايه بالابريس فوتر جيت. تاني في هنا حاجه بسيطه بتورينا الابريس فوتر جيت بيشتغل ازاي، هنا في عندي الووتر اللي هو الازرق، بعدين في هنا الكونتينر او الشارج بتاعت مين بتاعت الابريزف بارتكلز، يتجمعوا مع بعض الاثنين وتعمل لهم ماكس في منطقه معينه، وبعد كده يخرجهم ببريشر محدد من النازل اللي هي قدام عندنا، تمام. اشكال الحاجات اللي بتتم عندنا دي بعض الحاجات اللي اتصنعت بالابريزف ووتر جيت، يمكن بعضها ورونا من شويه في الفيديو وقال ان ده اتعمل بالايه بالاي دي ام، لكن لما يتعمل عندي بالابريزف ووتر جيت هنلاقي ان هو افضل واحسن، وفي نفس الوقت بالنسبه لي ما فرقتش معايا لا خايفه بقى من طبقه ثابت على السيرفس ولا غير الاستراكشر بتاع المعدن من بره لجوه لاي حاجه من دي، تمام. ده بالنسبه لايه الابريزف ووتر جيت. نشوف له فيديو.
هيوريك كل مره هيورينا في الفيديو الحاجه اللي بيقطعها هي ايه وتخينتها. هنا بيتكلم على حاجه حوالي 4 انش يعني حوالي 6 مللي ستانلس ستيل بيعمل فيه عمليه ايه ماشي. ليه الهاد نفسها والمنظر اتحرك بالشكل اللي انت عايزه تعمل حاجه على دكتور؟ صوت حضرتك مش واضح لما بتشغلي فيديو، صوت حضرتك مبيبقاش واضح. نعم لما حضرتك بتشغلي الفيديو صوت حضرتك ما بيبقاش واضح. ايه ده والله؟ قافل الصوت كده سامعني؟ ايه تمام. اوكي فهمت فهمت. انا لما بشغل صوته هو فانتوا ما بتسمعوش صوته ولا بتسمعوا صوتي؟ طب انا صوتي ده انا ببقى بشرح مش واخد ما بالي انا بتسمعش صوت الفيديو وصوت حضرتك بيكون مش طب مش واضح. خلاص ماشي. دلوقتي هنا بيورينا خلاص انا قفلت صوته هو خلاص. هنا بيورينا عباره عن زي بليت كده او شيت ومايل عندي بزاويه معينه وعايز يبتدي يعمل فيه القطع ده. طبعا عشان اعمل حاجه زي كده عندي لو قلت لك مثلا مش عارفه هعملها بمكنه ميلنج هعملها مش عارفه بمكنه ايه لازم اجيب تثبيته خاصه عشان اثبت الورك بيس بتاعي. اوكي طبعا هناك في اداه قطع بتنزل تضغط على الشغله وهي بتقطع فكل ده عندي مشاكل. اولا كمان الشكل اللي انا بعمله كومبليكيتد مش هلاقي عندي مكنه تعرف تعمله. البيم اللي احنا شايفينه ده ده الميه اللي خارجه عندي اندر بريشر. ادي الشكل اللي هو عمله اوكي اللي هو كان السكنس بتاعه حوالي 6 انش 6 ملم. دلوقتي بيعمل حاجه 3 ملم عباره عن شيت كده لفه في صوره نص بتاع ده اسطوانه فاضيه من جوه طبعا وبيبتدي يفرغ فيه شكل معين. برضو الابريز في ووتر جيت شايف الميه نازله وراه ازاي بتجمع كل ده سريع. في حاجه كل ما كان السكنس صغير كل ما هتلاقي ان الهاد دي بتتحرك بسرعه يعني الريت بتاعها بتاع القطع سريع. تعالى بعد كده هتبص في حاجات معينه هنجيبها لك هيتهيأ لك اصلا انها ما بتتحركش. تمام فهنا بيورينا شكل معقد شويتين ثلاثه يعني مش شكل معين بس صعب جدا ان انا اعمله. ده على بالي بعد كده هيبقى حاجه سيجنس تالي اكبر من كده شويه تالي حاجه ستانلس على حسب. لا ده بوليمر بوليمر تخانته 1 انش يعني 25 مللي بوينت 7 يعني حوالي 33 مللي السيجنس اللي بيقطع. طبعا عشان البوليمر بالنسبه له برده مش صعب شويه بتتحرك بس بطيئه عشان فرق السيجنس الكبير ده. دي بيعمل حاجة كده زي مروحة بالايه بالبريدز بتاعتها واخدة انجلز. تمام شوف الشكل ده صعب. هتقولي كنت هعمله بانجكشن مش ده صعب انك تعمل الضاي احيانا. هنا بقى الجرانيت تخنته كام 6 انش. شوف 6 انش دول يبقوا حوالي كام حوالي داخلين في 15 سنتي تقريبا 15 سنتي جرانيت ارتخينا عشان انا عايز اقطع ده. عشان اقطع ده طبعا حاسس ان النازل نفسها كانها في مكانها كانها صوره ثابته. لا هي بتتحرك بالفعل بس بتتحرك بطيء قوي قوي لانها لازم تعمل بنتريشن كويس جوه مين جوه الورك بيس بتاعتك. اهو النازل اهو بينزل الميه بالبارتكلز بتاعتنا جوه الايه جوه الحاجه الجرانيت وقطع بالفعل حته. يبقى اكتر فاكتور عندي هياثر في الايه في الريت بتاع القطع بتاعي او الماشينينج بتاعي اللي هو السكنس. في حاله بتاع ده بريس ووتر جيت السكنس بتاع الحاجه هياثر معايا كتير. شايفينه؟ هنا بقى 4 انش مايل ستيل يعني حوالي 10 سنتي سكنس برضو نفس الكلام عايز يبتدي يقطع فيه هتلاقي برضو بياخد وقت. ماشي طيب نسرع شوية بس عشان ايه
عشان نلاقي وقت المراجعة. دي حاجة تانية اعتقد هيجيب ألمنيوم بيتهيالي. لا ده ده السيل. ده الشكل اللي كان بيطلعه. هنا جايب لك ألمنيوم بتاع دوت 1 انش ونص، يعني 3 ملي، 30 ملي، 3 سنتي، برضو سريعة بس مش سريعة قوي، يعني زي ما كنت بتكلم على 3 مليمتر. ولكن الشكل اللي عملته ده صعب ان انا اعمله باي ماشين تاني، ما عنديش اي ماشين تعمله. تمام كده اهو، نسرع بس عشان نخلص بقى. الشكل اللي هو هيطلعه اهو، الشكل اللي في الاخر اللي احنا عملناه ده. يبقى حاجات هو الدكتور خرجت؟ انا بعتذر، البطاريه فضيت وانا مش واخده بالي الجهاز فصل شحن، وانا مش واخده بالي مع مندمجه في معاكو، ومش واخده بالي ان هي مش في الشحن. اوكي سوري يعني معلش. طيب نبتدي دلوقتي بقى. لو حد عنده اي سؤال في اي حاجه، عايز يراجع على حته معينه، في حته معينه ملخبطه معاه، بالنسبه قبل ما اي حد يقول لي حاجه، بالنسبه للريبورتس اعتقد انا بصيت امبارح عدد اللي رفعوا تقريبا عدوا ال 1000 حاجه و30. احنا تقريبا دلوقتي الدفعه كلها 1000 تقريبا و70 حاجه و70 يعني، ففي 30 مثلا، في 9 بس كانوا درافت ده لغايه امبارح بالليل. انا ما شفتش، ممكن دلوقتي وانا معاكم اقول لكم عدد اللي رفعوا قد ايه، عشان بس ده حاجه انا بصراحه تعبت، انا ماليش ذنب فيها يعني. يعني انا مش، انا كل اللي من ناحيتي قدرت اعمله عملته لكم. في حاجات بقى من السيستم نفسه دي مش تبعي، يعني هو ليه مش قابل من حد، هو ليه بيقفل على حد، ليه مش عارفه ايه، انا ما اعرفهاش. لكن كل التولز اللي في ايديا عملتها، فاعتقد ان عدد معنى ان الدرافت قالوا معناه ان هم ما لقيش مشكله. اللي رفع حاجه فيها حته غلط مش مشكله خالص. يعني انا كان المشكله امبارح ان في واحد بيقول لي طب افتحي لي، قلت له افتح لك، انا فاتحه على فكره، يعني انتوا حتى لو رفعت دلوقتي هيقبل منك، بس هيكتبك انك انت ليت، يعني ما قفلتش ما قطعتوش بحيث ان محدش يعرف يرفع. يعني حتى الدرافت ده اللي يقدر يحاول لغايه لما يقلبه ان هو يبقى سبميتد.
بعد ما كنت لغيت حكايه ان هو حتى انك تاكسبت ان هو سبميتد، لقيت ان الناس اللي هي درافت دي هي دي اللي هتبقى مشكله، مش هيبقوا عارفين حاجه، فرجعتها تاني. فاللي عنده مشكله بقى في الرفع على الريبورت بتاع حاجه تانية ده مش عارف هيعمل ايه. لكن اللي هو عنده مثلا في ميستيكس، في حاجات غلط وكان عايز يصلحها ويعملها اديتنج، للاسف يعني الموضوع هيبقى صعب. عدد الرافعين لغايه دلوقتي 1000 تقريبا، 36 و5 درافت. احنا اعتقد مش عددنا 1080، احنا في تقريبا بتاع حوالي اكتر من 10 او 15 عملوا ويزدرو للماده، فيعني تقريبا التوتال المفروض كده كاننا 101 1041، يعني تقريبا بتاع حوالي 30 واحد ما رفعوش من اصل. اوكي، فان شاء الله خير يعني. يعني اعتقد في حبه رفعوا امبارح بعد الديدلاين، لان امبارح بالليل ما كانوش 36. طيب لو في بقى حد عنده تساؤل في اي حاجه نرفع ايدينا وتقول لي، بس خلينا نمشي بالترتيب. يعني لو اول حد سال في حاجه معينه بتاعت مثلا بيسال في تيرنينج، فهيبقى احنا شغالين تيرنينج لغايه لما نقول خلصنا التيرنينج نجيب حاجه تانية. اللي عنده سؤال يرفع ايده، بحيث ان انا ان شاء الله اخر المحاضره في بتاع ده الميد ترم بتاعكم هفتح لكم الايه، مش هفتح الحل بتاعكم، هفتح النماذج بتاعتنا المودلز المختلفه، واقول كان ايه المشكله في معظم النماذج، كان في ايه مثلا الناس كانت بتحله غلط. اوكي، طيب مين اللي عايز بقى يسالنا يرفع ايده وانا هفتح. ما في بيتر انت معايا اصلا، خليك بس في البيتر. اتفضل يا سيف الرحمن، ما انا فاتحه لك من بدري. الدكتور، هو في الجرايندنج الورك هولد، يعني الورك فيكسيشن، ورك بيس فيكسيشن، تبقى بيرمننت ماجنت ولا الكتريك؟ بص، في عندنا احنا في الورك شوب عندنا في ماجنت، هو عباره عنك انت بطريقه ميكانيكال بتقربه او بتبعده. في بعض الماكينات لا بيبقى شغال على الاون اوف بتاع الكهرباء، يعني عندك سويتش كده لما تدوس تعدي الكهرباء يبتدي يتقلب ايه، يعمل لك ماجنتيك فلكس ويمسك في الورك بيس بتاعتك تفصل. بس بيبقى تاثير على فكره الماجنتيك فلكس ده اكزيست لفتره. طب ممكن تدوني ثواني بس دي واحده، اصل انا ما فهمتش اللي مكتوب في السلايدز، انا مش عارف هو قصده ايه بالظبط. هو قال انه بيرمننت ماجنت بس مش عارف بيشيلها ازاي، في طريقه غريبه كده ما فهمتهاش في السلايدز. تمام، فبيقول عندنا بتقول ايه بتقول ايه يا عبد سيف الرحمن، كان حد بيقول حاجه؟ كنت بقول انا مش فاهم المكتوب في السلايد، هو مكتوب انها بيرمننت ماجنت بس في يعني في برضه سيركت، في حاجات مش فاهمها في السلايد. مش مشكله، انت افهم بس ان هي بتمسك، مش لازم التفاصيل دي. الاهم حاجه ان في عندي ماجنتيك تشوك في حاله اللي انت موجود عندك في السلايد دي، بتقول انك انت في كرنت، لما الكرنت ده بيعدي فبيعمل ماجنتيك فلكس بيخلي الورك بيس تمسك في الايه، في الجزء اللي احنا بنسميه عندنا ماجنتيك تشوك. خلاص، لما بتفصل بتروح تاثيرها بس ستيل بيبقى تاثير الماجنت كبير. يعني انت لو فعليا جالك الفرصه وجيت دخلت الورك شوب هتلاقي الورك بيس ده احنا عندنا كان مش اللي هو مش بالكرنت، اللي هو انت في دراع كده بتقرب الماجنت وفي دراع تاني بتبعده، فلما بتبعد الماجنت تاثير ستيل الماجنتيك فلكس بيبقى كبير على الورك بيس. ممكن بعد ما بتشيل الكلام ده برده بتبقى صعب انك تحركها بسهوله، يعني ما بتبقاش حاجه ايه نظام هشيلها كده بايديا على طول، لا بتبقى ماسكه في الايه في التيبل بتاعك. فده طبعا معناه ان هي حاجه كويسه انك انت طالما ان الماجنت فلكس بيبقى تاثيره قوي كده، ده انا بيضمن ان الورك بيس بتاعتي الفيكسيشن فورس بتاعتها كبيره جدا متثبته كويس، وبالتالي ده اهم حاجه، لان اثناء سرعه القطع العاليه في الجرايندنج ويل ممكن تطير لك الشغله في وش اللي واقف لو هي مش ممسوكه كويس. اوكي تمام. يا دكتور انا متلخبط في حته، بس هو في فرق بين الترم في الماجنت تشك والمغناطيس نفسه، ده حاجه وده حاجه يعني؟ يعني ايه هو يعني هو بيستخدم سيركت ولا هو بيرمننت ماجنت وخلاص؟ مش فاهم. لا، بيستعمل سيركت. البيرمننت ماجنت ده عندنا احنا في الورك شوب، هو في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ انا بتكلم في السلايدز، في السلايدز هو قال انها بيرمننت ماجنت تشك وبعدها قال to switch off so the magnets are moved out of the line with the top plate diverting the flux so that the circuit is completed. لا هو ده ما يعتبرش بيرمننت، لان انت لما لازم تمرر الكرنت هيبتدي يتقلب المغناطيس، لكن لو مفيش كرنت مش هيبقى مغناطيس. لا ده عشان اقفل تقريبا، عشان اقفل الكرنت. لا مش فاهم. ابعت لحضرتك. سيبك من الحته اللي موجوده في السلايد، ايا كانت هي ملخبطاك ولا فيها ايه، ماشي؟ افهم اللي انا قلته، ان احنا كل وظيفتنا ان الماجنتيك شوك ده هو بيمسك بالمغناطيس، كانه مغناطيس بيمسك عندي الورك بيس على الايه؟ على السيرفيس بتاع التيبل بس، خلاص. تمام كده؟
بالذات انك انت لا شفت اللي في الوش. ايه نقفلها لما نبعد ونقلل تأثير الفلكس، يعني لما نبعد الماجنت. قول تاني اللي انت بتقوله ايه؟ يعني بنشيل بقى الورك بيس لما بنبعد الماجنت، صح؟ اه، او تدي تعمل اوف للكرنت. تمام، شكرا. معلش يا دكتور. نعم. انا كنت عايز اسال سؤال، ايه هو الاي سي ام؟ الكتريك كيميكال ديسشارج. طب ممكن معلش الداي الكتريك فلويد، الحاجه اللي هو الفايده بتاعته، يعني الايه الداي اللي هو الداي الكتريك فلويد، الفايده بتاعته ايه؟ انه يتحكم لك اولا في السبارك، ده ما يبقاش حاجه كبيره، ما يبقاش تاثر، ما احناش مش بنعمل عمليه لحام مثلا، خلاص. الحاجه الثانيه ان هو ما بيبقاش مش عايز تخلي ان اولا الورك بيس بتاعتك هتبقى اي جزء في السيركت دي وانت بتقطع، فهو مش عايز يكنترول الايه يعني هي نفسها بتاع دوت الداي الكتريك فلويد، ما بيعملش ترانسفير للايه الكرنت اللي عندك ده، ما بيوصلوش، مش بيبقى نون كوندكتور، خلاص. الحاجه كمان ان هو بيكول الورك بيس، انت الورك بيس بتاعتك هتعمل ترفع فيها في اماكن معينه اللي بيعدي فيها الواير درجات حراره عاليه عن السيرفس، فبيعمل كل ليها. الحاجه الاهم انه بيشيل البارتكلز اللي بتطلع اثناء ما الواير ده بيعدي في الورك بيس. اوكي، ما ينفعش فلويد عادي، لازم داي الكتريك. طيب تمام. هو مين كان بيسال بقى؟ بروفيتير. ماشي، في حد يا جماعه عنده اسئله بقى في الحاجات القديمه؟ خلينا نخلص، يعني الوقت بيجري. كل الناس بسم الله ما شاء الله، كل حاجة معروفة. اتفضل يا علي. حاضر يا واحدة، علي إبراهيم. مش كنت معايا امبارح يا علي إبراهيم ولا واحد تاني؟ علي إبراهيم، انت كنت حاضر امبارح مع جروب 2 جروب 1؟ لا يا دكتور، يبقى تشابه أسئلة. اتفضل يا علي، كان عندي سؤال. اتفضل. في ايه بس؟ في التثبيت بتاع التويست دريل. التثبيت بتاع التويست دريل، وكان يعني طرق التثبيت بتاعته في المكنة الدريلينج كان بتبقى ايه؟ في عندك على حسب مين التثبيت التويست دريل بيرجع لمين؟ بيرجع على حسب شكل ايه؟ حسب شكل الدريل بالظبط، لو الدريل ايه يبقى شكلها ايه، ولو الدريل ايه يبقى تثبيتها ازاي. ها، هيا عليه، افتكر. انا هفتح سلايد على فكرة، افتكر بس معايا. يا علي، لا ما هو احنا بنسأل، فاحنا مفروض ان احنا برضو مذاكرين وفي حتة واقفة قدامنا. انا بسألك ايه اللي في الدريل بيفرق معايا؟ يعني دلوقتي قدامي في الدريل، ها؟ شكل الدريل شكلها يعني حلو ولا وحش ولا ايه بالظبط؟ لا، اللي هي المور ستيبر. ايوه بالظبط، هل الاند بتاعه الدريل تيبر، ولا هل الاند بتاعه الدريل سيف، سوري، تبقى ستريت، او هي بنقول عليها عدله، يعني الاند بتاعتها سلندريكال عدله، مش تيبر. هجيبها لك دلوقتي حالا. ظهرت عندكم سلايد ولا لسه؟ طيب نروح على السلايد على طول. وايه، بص عندي في حاجتين. الدريل الصغير، قطر الصغير، دايما بتلاقي الاند بتاعته عامله زي دي، بارل كده، اسطوانه عده، خلاص. طيب دي تثبت ازاي بقى يا علي؟ مش عارف بصراحه. ليه يا علي؟ بتاع اللي قدامك ده مش عارفه؟ الدريل شك، يبقى حاله الايه الدريل اللي هي الاند بتاعتها السلندريكال عدله تتثبت عندي فين؟ في الدريل شك. طب ودريل الشك ده يتحط فين بقى يا علي؟ ها، يتثبت عندي هنا في السبندل، خلاص. يبقى عندك في دريل شك يتثبت في السبندل لحاله مين؟ لحاله الدريل اللي هي انهي، اللي عندها ستريت اند كده، خلاص، اللي نهايتها عدله، الصوانه عدله، خلاص. اوكي يا علي، تمام يا دكتور. طيب حاله التيبر اند بقى تثبت ازاي؟ ثبتها في السبندل على طول. برافو، ما انت بتقولش حاجه غلط اهي، اللي هي زي كده هتبقى دايركت للفري سبندل، وعشان اوقعها وفي تلاقي عندي دايما الدرال اللي هي التيبر اند دي تلاقي عندها تانج كده في الاخر، تمام. التانج ده انا بروح جاي عشان اوقعها من السبندل،
زي هي او الظرف دريد شاك ده ما اعرفش انزله على فكره الا بنفس الطريقه دي، اروح داخله جوه وجايبه درافت، درافت ده عباره عن حاجه زي ويدج كده، واضغط في السلوت اللي عندي واضغط على مين، واضغط على الايه التانج ده يقوم ينزل يوقع الدريل اللي تحت. نفس الكلام مع الدريل شاك اللي هتبقى مثبته عندي في السبندل. اوكي تمام شكرا. العفو. طيب سؤال تاني في الدريلينج قبل ما نقفل الدريلينج، حد عنده سؤال في الدريلينج؟ انتوا مالكم النهارده نايمين ليه كده؟ بتوع امبارح كانوا ما شاء الله، في ناس كتير كانت مذاكره. مفيش اسئله؟ عندي اسئله لازم تكون. اتفضل يا سيح. طب مين ثواني نجيب ميرنا، معلش ثواني. اتفضلي يا ميرنا. ميرنا ممدوح. لو سمحت يا دكتور، هو في كان في الريبورت كان عامل كومباريزون ما بين اللي هو اللوكيشن في التيرنينج والدريلينج. حلوه قوي، انت بقى اللي هتقولي. هو انا عملتها في التيرنينج ان هي في السنتر از سنتر، وفي الدريلينج في ان اني بوزيشن ان اني بوزيشن. ده حقيقي، ما فيش حاجه غلط. صح كده يعني؟ شكرا. اي حاجه اهي، خلينا نقول هنا بس. لو انا عندي دلوقتي، لو انا عندي هرسم لك حاجه ادي ورك بيس بالشكل ده خلاص، ومثبتها على الدريلينج. الشيء الطبيعي وهي بتلف، المكان الوحيد اللي الدريل تقدر تعمل فيه هول يبقى فين؟ هيبقى في السنتر صح؟ ما قلتكيش شكل دوراني، شكل مربع اهو. طب لو انا عايز اعمل هول هنا وعايز اعمل هول هنا على بعد 60 درجة، وهول تاني على بعد 60 درجة، وهول كمان على بعد 60 درجة منها، وهكذا. هل انا هقدر اعمل ده على الدريلينج على التيرنينج؟ هقدر؟ لا لا ما اقدرش. الدريل دايما ادي الورك بيس بتاعتنا اهي على التيرنينج، ثواني، وده اللي تشاك ماسك فيها الورك بيس اهو. ده اللي تشاك كده، ودي الورك بيس بتاعتنا. ده السنتر لاين بتاعي ده في التيرنينج على فكره. وبعدين الدريل كده متثبته جايه من ايه؟ من التلستوك اهي، ودي الاند بتاعتها. خلاص الدريل وهي داخله بالشكل ده، وادي الورك بيس عماله تلف، مفيش مكان للدريل تتحرك فيه جوه الورك بيس الا السنتر لاين بتاع الايه الشغل. تمام، فيبقى المكان بتاعها هنا في السنتر. لو انا عايزه، لو عاجبني ماشي، اضمن لك ان الورك بيس بتاعتك لو عايز تعمل هول في السنتر هتبقى مور اكيوريت في حاله التيرنينج عن الدريلينج. ولكن لو انت مضطر شغله زي دي كده وما تعرفش تثبتها على التيرنينج، واولا عايز تعمل هولز كمان في عيده، يبقى تاخدها من اولها كده ايه على الدريلينج على طول. خلاص، لكن لو عندي شغله متثبته وموجوده اوريدي على التيرنينج، بعمل لها مثلا اكسترنال تيرنينج، بعمل فيها ثريد، بعمل كذا، وعايزه توب هنا، يبقى الافضل ان التوب ده يتعمل عن طريق مين؟ عن طريق التده الدريل على التيرنينج. ماشي معايا؟ ماشي يا ميرنا؟ ماشي، شكرا يا دكتور. عفوا. طيب مين تاني بقى؟ ميرنا خلاص، نزلي ايديك يا ميرنا بس. اتفضل يا فادي. دكتور احنا اي تول بيبقى فيها ثلاثة انجلز اللي هم الكليرنس انجل والتول انجل والريك انجل، بس التول انجل مش دايما في كل التولز تعرف تجيبها بسهوله، بالذات زي مثلا بتتكلم على الميلينج، لو بتتكلم على التيرنينج تول ما هيش زي ما انت فاهم. الشيزل الوحيده اللي تقدر تقول ان دي هي التول انجل. هو انا قصدي عامه على الشيبنج. انا قصدي على الشيبنج. تقدر تجيب الزاويه اللي ما بين الاثنين. فايه فايده بقى التول انجل؟ كل ما كانت التول انجل بتاعتك كبيره، كل ما تتخيلش، خلينا نقول ان التول انجل بتاعتك بقت صغيره جدا، هل تتخيل ان الكروس سكشن بتاع التول هيبقى شكله عامل ازاي؟ هتضعف في الحته اللي قدام. كل ما تكون الزاويه بتاعت التول انجل صغيره، كل ما الايه تعرض التول بتاعك للكسر اكتر. صح، لان الحته المتل اللي قدام بقت صغر، ما بقتش كبيره. اوكي، يعني لما اجيب حاجه بتاع ده متر بيناظر 60 درجه، ولا متر بيناظر مثلا زاويه 30، دايما اللي هو منتهي على 30 درجه ده هتلاقي ان الحته اللي بتاعت التول بتاعتك صغيره، فيسهل ان يتعرض للكسر.
اوكي، بس انت دايما مش محكوم الا في زوايا تانية اللي بتحكم، اللي هي اهم اتنين هما الريك والكلينس. تمام يا فادي؟ تمام يا دكتور، شكرا. ماشي، في حد عنده سؤال تاني؟ قول يا دكتور. اتفضل يا سيل. الهاند فايل، الايدجز بتاعت الهاند فايل، حضرتك كنت قلتي في المحاضره انها واحد دبل كات واحد سنجل كات، ومكتوب في السلايدز ان واحده تقريبا سنجل، مش فاكر بالظبط، والثانيه يعني والثانيه بلين. مش بلين ده معناها ان هو يعني مش اصلا ده في الفلات. الفلات في عندي في السايدز واحد عنده اثنين واحد ما عندوش، خلاص. في حاله الايه في عندي فلات وبيلر وهاند. الهاند بقى الاثنين اللي هما اللي هو نمره 3 في الصوره اللي عندك، بيبقى عباره عن التو ايدجز دول عباره عن سنجل كات. البلين ده ما عندوش حاجه خالص. تمام، بيتهيالي انها كانت مكتوبه في الـ في الـ في الهاند فايل، هو اللي ما عندوش في عنده ايدج من غير اللي هو نمبر 3 في الصوره. لا كان واحد رقم واحد. ثواني نجيب الهاند بروس ولا تزعل خالص. هاند بروسس مش عارفه هنا ولا فين. في فلات بيلر هاند، دي واحدة، هو ده سوري انا عكستهم. الهاند هو اللي عنده واحد سايد في سنجل كات واحد في بلين. تمام كده. الفلات معايا كده، معايا كده سيف. ايوه. التاني اللي هو اسمه، انا دايما بلخبط في اسمه، الفلات اللي هو الحته بتاعته من تحت ليه حتى تيبر شويه في الاند بتاعتها، يعني نازله مش عدله، نازله فيها ميل شويه. الفلات ده هو اللي عنده ناحيه للناحيتين الاثنين هما سنجل كات، لكن الثلاثه فوق وتحت بتاعهم عباره عن دبل كات، خلاص. يعني هتلاقي دايما المبرد الهاند او البيلر او الفلات دايما دبل كات السيرفيس الكبير بتاعه. ماشي. اوكي. حد عايز حاجه في التيرنينج في الدرالينج؟ شكلكم جايين النهارده كسلانين قوي. وفين 80؟ فين ال 350 طالب ولا 300 طالب؟ دول بقى اللي هينجحوا يعني، والباقيين هيقعدوا في البيت ولا ايه؟ مش فاهمه فين الناس، والناس اللي جت مش مذاكره ليه كلها؟ ده انتوا حليتوا الريبورت يعني، كنتوا المفروض ان انتوا جاهزين الاسبوع اللي فات انكم تتناقشوا وتتعملوا كل حاجه يعني. اتفضل يا محمود. محمد معلش، في الجريندينج. نعم، في الجريندينج مالها؟ كان بيسألنا جريندينج ويت بتتكون من ايه؟ ابريزيف بارتكل وبوندينج ماتيريال. ابريزيف بارتكل بقى ممكن تبقى سيليكون كوربايد، ممكن تبقى الومنيوم اوكسايد، البوندينج ماتيريال ممكن تبقى ربر، ممكن تبقى بعض انواع حاجات زي شلاك او ريزنايت، حاجات عباره عن مواد زي بوليمرز كده بتبقى، بس ايه حاجات بتساعد تمسك الحبيبات مع بعض. مفيش حد عايز يسأل في حاجة؟ طيب دكتور عندي جزء سؤال عموما يعني، مفيش حد. اتفضل يا سيف. هو انت مين فيهم بقى في اللي في الصورة؟ مين فيهم ايه؟ الأزرق اللي في الصورة. بيتين أزرق. اصل معرفش، انا معرفش بتحطوا صوره نفسكم بتحطوا اتنين ليه، مش ببقى عارفه. ها؟ من غير كاب. من غير كاب، ماشي. انا حاسه ان التاني ده شكله كبير عن انه يبقى طالب عندنا في فريش. بس يعني كنت مش فاهم يعني ايه ثيرمال ستريس او الهيت ديستورجن او في ايه؟ في العموم يعني مش فاهم كلمه الهيت ديستورجن او الثيرمال ستريس. طيب انا هقول لك في عاده هتلاقيها في حاجات الويلدنج. هقول لك انا لما تكون بتعرض جزء لحراره عاليه والتاني يعني او المعدن بتاعك بالذات، لو الحاجه اللي بتعرضها دي السكنس بتاعها مش كبير وانت بتاثر بحراره فيها من ناحيه، ومن الناحيه التانيه مش بتعرضها للحراره، يعني مش محطوطه في حاجه هوموجينيس، يعني مش محطوطه مثلا في روم او في فيرنس كلها متعرضه لحراره واحده، فانا باجي مثلا في حته اسخن. هقول لك على حاجه،
فاكر انت لما كان يجي في الويلدنج وهو بيلحم كان ما يجي له تو سترابس كده جنب بعض عشان يلحمهم بالالكتريك ارك او بالجاز ويلدنج، كان يجي يعمل ايه؟ يقول لك في الاول كده ندي نقطتين، نقطه في اليمين نقطه في الشمال نمسكهم في بعض، صح كده؟ فاكر الحكايه دي ولا مش فاكر؟ انا شفتها في فيديو بس في فيديو ايه، ما شفتها في الورشه اللي هو كان بيعمل واحده يمين واحده شمال يعني في الاول. ايوه في البدايه كده يروح جايب التو بيسز اوف ميتال اللي جنب بعض دول، يروح حاطط نقطه يلحم من الحرف اليمين ويلحم من الحرف الشمال في الاول. أيوة. يدي نقطه هنا ونقطه هنا ليه؟ لانه لو ابتدى يسخن من ناحيه والاثنين التانيين باردين ممكن دول يبعدوا عن بعض، يتحركوا عن بعيد عن بعض. طيب لما يكون بقى بسخن حاجه كبيره والسكنس بتاعها مش كبير، بسخن من طرف والطرف الثاني لا، ممكن يحصل بالفعل عندك ان الجزء ده يعمل ديستورشن، يتغير واحد مع تاثير الحراره بيهيفير بتاعه بيختلف عن الثاني البارد، او تسيب ريزيدوال ستريس. يعني ايه ريزيدوال ستريس؟ نفس الكلام اللحام بقى بتاع ده الالكتريك ارك او السبوت ويلدنج، انت بتعرض حته معينه في المعدن بتاعك لدرجه حراره عاليه، خلاص في منطقه حواليها بتتاثر بالحراره دي. لو انت ما عالجتش الجزء ده كويس بعد ما خلصت عمليه اللحام ممكن يعمل فيه ريزيدوال ستريسز، يعني بتبقى فيه اجهادات ناتجه من الحراره اللي حصلت دي. اوكي، حاجه تعرضت لحراره وبردت بسرعه او ما بردتش بسرعه او ايا كان، فتقوم تخلي جوه الجسم بتاعك ممكن الحاجه اللي انت لحمتها دي تيجي تلاقيها بعد يوم ولا حاجه متشرخه، خلاص، لانك انت سايب جواها اجهادات. بتبقى الاجهادات دي بقى مش انا شديتها ولا ضغطتها ولا الافلام اللي احنا بنقولها دي، لا دي نتيجه حراره. الحراره دي بتخلي الماده في حاجات بتحب تتمدد، في حاجات بتحب تنكمش، ما عرفتش تبقى ايه، ترجع الحاله ستيبل بتاعتها الاولانيه. فاحنا بنروح نعمل لها حاجه بس ما بنعالجها حراريا، يمكن تعرفها بعد كده بقى لو دخلت الميكانيكا ولا حاجه، انك بتعالجها حراريا، بتاخد الجزء ده المفروض بعد ما تخلص تحط كله في حاجه. يعني ايه؟ هقول لك على حاجه، لو انت دلوقتي حررت صباعك للنار مش صباعك ده هيتاثر يتلسع؟ صح صح ولا غلط؟ ايوه تمام. طيب لو احنا خدناك كلك كده وحطيناك في ايه، في سويمنج بول مثلا بس درجه الميه فيها عاليه، جسمك كله هيتاثر قبل الحراره بس كله زي بعضه، واخد بالك؟ فاحنا اللي بنعمله ان احنا ناخد الجزء ده ونحطه في حاجه نعمل لها اكوليبريم في التمبريتشر بتاعتها، نظبط كل الحاجات، نشيل الاسترس اللي جواه، خلاص. يعني ايه اجهادات في الماده؟ انت مش فاهم ايه اللي هو استرس، عارف يعني ايه استرس؟ ما انا فاهم. ايوه يعني مش انت لما بتجيب حاجه تشدها بتعمل جوه الماده بتحاول تقاوم، فالماده بتجهد داخليا بترد على الفعل اللي انت بتعمله برد فعل ان هي بيبقى فيه ستريس بتقاوم بيه، تمام؟ فانت لما بتعرضها للحراره بتخلي جواها ستريسز نتيجه الحراره دي. تمام. بس انا ما قلتش على فكره كلمه اجهادات داخليه دي لحد، انا مونتاج تجبتها موجوده في السلايدز كده يعني، بس انا ما عملتش تراس عليها، انا قلت هتعمل مشاكل عندي، سبب الماده يحصل لها ديستورشن، سبب ان انا لازم اريليف الحاجات اللي بتحصل فيها نتيجه الحراره، ما عملتش ستريس على الحته دي. انا اقدر اشرحها لك منين للصبح، بس المشكله ان هي هنخش في حاجات بعمق شويه. اوكي، فتاني انت فاهمها دلوقتي انك كون انك انت بتعرض، اعتقد في الكيمستري بتعرضوا لحاجات زي كده او فيزيكس، تالي الكيمستري لما يكون عندك حاجه طرف بتسخنه او طرف بتعرضه للحراره والطرف التاني بارد، واحد بيحاول ينكمش وواحد بيحاول يتمدد، واخد بالك؟ يعني في بينهم بين بعض بيبقى في انستيدي ستيت، انستيدي ستيت دي تسبب اجهادات. بلاش انت نفسك، اقول لك يعني ايه موجة داخلية. ساعتك كده كده بدل ما كنا قالوا لك دلوقتي انك انت قاعد في البيت واسبوعين وذاكر وما اعرفش ايه، كان عندك امتحان السبت الجاي، وكان عندك الاسبوع ده مثلا تسليم مشروع وبتاع ده شفوي وبتاع ده، وكان عندك ديسكشن وكان عندك كويز، حلو؟ وبعدين مش ماده واحده، ده بنتكلم على البرودكشن، كان عندك مواد تانية، شكل جواك هيبقى ايه؟ حزين يا اعوذ بالله. هيبقى عندك ستريس، صح؟ هتبقى حاسس ان عليك أيوة. ستريس نتيجه الحاجات دي كلها، تمام؟ فنقول نعمل فيك ايه؟ بعد ما تخلص كنت الميتر تروح وادينك حته تتفسح فيها، تقوم تعمل ريلاكسيشن كده تريليف الستريس، خلاص. الاستريس على فكره مش شرط بس جوه المعادن، جوه البني ادمين، واخد بال سعادتك؟ ايوه تمام. فهمت اللي انا قلت لك؟ ده عجبك المثال ده؟ حزين ليه؟ حزين اعوذ بالله، ما انت كنت هتمتحن تجيب درجات ان شاء الله. فانا هاديناك، عملنا لك ريلاكسيشن بقى قبل ما نزود الاستريس عليك،
في ناس بالفعل ما تستحملش الضغوط، يعني مش لما بيجي حد في سي في يقول لك it can work under pressure ده بيقدر على اساس يعني ايه بيقول ان ده كويس، يعني ممكن تعرضه انك تعمل عليه عنده شغل كتير وكده ويديك behavior كويس ما عندوش مشكله. وفي ناس تانية ما تستحملش، يعني تلاقي واحد مثلا هيتجنن ان عنده مثلا كويز النهارده وكويز بكره وكده، في ناس ما تستحملش. اوكي، فده انك انت بتتعرض لستريس، فالستريس دي بقى ممكن تبقى حراريه، الستريس دي ممكن تبقى معنويه زي ما بنعمل مع حاجات كده يعني. فهمت بقى الموضوع جاي ازاي؟ لقيت لك احسن مثال اهو. محمد محمود هشام ولا محمد هشام؟ تفضل يا محمد. معلش يا دكتور، هو السيرفيس فينيشنج بتاع الميلينج اعلى ولا اقل من الشيبينج؟ اعلى ولا اقل من مين؟ من الشيبينج. طب انا عايزك انت اللي ترد مش انا. انا 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 قلت اعلى والله، بس كان في كذا حد بيقول لي اقل. طب انت لما ترد على اصحابك اللي هم بيقولوا اي كلام فارغ تقول لهم ايه بقى؟ والله هو المفروض الكاتنج ايدجز بتاعه الميلينج اعلى، فالمفروض يعمل فينيشنج اعلى. شاطر، طب ما انت جاوبت صح اهو. بس بتاعتك صح، يعني انت الكلام بتاعتك او الاكسبلينيشن بتاع السبب انك انت قلت ان هي اعلى واضحه، انك انت عندك في الشيبر عندك سنجل كاتنج بوينت، الميلينج عندك مالتي كاتنج ايدجز، طبعا بغض النظر عن المكنه والستابيليتي والحاجات بتاعتها دي كلها. صح، كلام منطقي بس خلاص. تمام الحمد لله، فعلا الحمد لله طلعت شاطر. هم اللي مش عارفين، ما تسمعش كلام اي حد، خلي عندك كده سيلف كونفيدنس انك انت اللي انت عارفه هو احتمال يكون صح، مش اي حد يقول لك حاجه تروح مساحه يعني. ماشي، في حد تاني عنده سؤال؟ دكتور بس هو في الثريدنج، لما اعمل ثريدنج المكنه بستخدم الثلاثه تابس برضو ولا هي واحده بس؟ ممكن تقولي بتعمل ثريدنج على انهي مكنه بس عشان نخلص من الحكايه دي؟ الترنينج مثلا. الترنينج لما بعمل ثريدنج يا سيف الرحمن ما بيبقاش بالتاب، بيبقى بالترنينج تول. سواء بتعمل ثريدنج، لو بتعمل ثريدنج انترنال بيبقى عندي انترنال تول، انترنال تول بتاع ثريدنج بيخش جوه التورك بيس بعد ما تعمل هول فيها. ما بستعملش تاب، ما بستعملش تاب. التاب ده كنت بتستعمله على الدرالينج ويبقى واحد، وارهولك في الورشه هو واحد بس. ايه ده مرحله واحده يعني. ثواني مش احنا فاتحين كده كده الدرالينج؟ اصبر عشان نخلص من الحته دي. شايف قدامك دي؟ ده التول اللي بيستعمله في الدرالينج عشان يعمل انترنال تابينج، او اللي هو التابينج قصدي، يعمل انترنال ثريد. خلاص، في التيرنينج لا، انا عندي تول داخلي بيخش جوه الورك بيس يعمل لي ثريد، وبدي الفيد بتاعتي عن طريق الليد سكرو. يعني في التيرنينج ده مش تاب يا ابني، اسمه ثريدنج، انترنال ثريد او اكسترنال ثريد. التابينج لما اكون بستعمل التاب، هو التاب هو ايه؟ بعمل ثريدنج داخلي. التابينج هي انترنال ثريد بس مانوال، فانا بعمل نفس العمليه على الدرالينج على الماشين، بس شرط اساسي ان الماشين بتاعتي يكون مالها بقى. طالما انت بتحط نفسك في الحته دي جاوب تاني السؤال. ماشي، المفروض تبقى مالها عشان تعمل درالينج على الدرالينج ماشين، تابينج على الدرالينج ماشين، ايه اهم حاجه تكون عندك؟ الورك بيس لازم حاجة تتوفر في المكنة بتاعتي. طب مين عارف تاني؟ سيبك منك. عشان اعمل تابينج، فضل يا فادي، انا اقفل عليك. سوري يا فادي، فضل يا فادي، ما تفضل يا فادي. انا علي يعني انها تكون بتلف في الناحيتين. صح، انها تكون بتلف في يمين، بتلف كلوك وايز وانتي كلوك وايز. صح، ليه بقى؟ ليه يمين؟ هو كان مين بس سيف؟ صح، اه جاوب يا سيف ليه. عشان هو بيلف اول مره بيقطع، فلازم يلف العكس عشان يشيل الرايش. صح، لا الحركه دي كنت بتعملها عشان وانت في التول بتاعك وانت بتعمل، كنت بتعمل كده. انا بقول دلوقتي رايش مين اللي هيشيله؟ هو لو لف في نفس الاتجاه وجيت اسحبه هشيل السنان كلها. عكس الاتجاه، عكس الاتجاه عشان يفكوا من بعض. دلوقتي حاجتين ربطتهم في بعض، عايز تطلع التول بره لازم تفك ده عكس ده.
ايوه روت عكس روت عكس ايوه واحد. عشان تطلع الريش، هو ريش عشان يطلع بس في لي مجالي تطلع منها على فكره خلاص. لكن انا دلوقتي بتكلم انا ليه لازم اطلع؟ عشان انا خلصت عايز افك الاثنين من بعضيهم، فلازم اعكس اتجاه الدوران بتاع الايه الدرال. يعني مش اي درالنج ماشين عندنا تعمل عليها الكلام ده. يعني انا مثلا ما كان عندي الابرايت، على فكره الابرايت المفروض امكانياتها اكتر من البنش درال. احنا كان عندنا البنش درال هي اللي عندها ريفرس دايركشن بتاع الشافت بتاعها او السبندل بتاعها، الثانيه الابرايت لا، الابرايت اللي عندنا ما كانش عندهاش. فعلى حسب مين المكنه اللي عندك فيها وما فيهاش، ممكن يبقى في ورشه الراجل اللي عنده ده المكنه بتاعته هي دوبك شغاله بوليس كده، فما عندهاش ريفرس دايركشن بتاع الايه الكاتنج سبيد، فما يقدرش يعمل عليها. تمام، فيبقى انا صلحت لك معلومه ان اللي بيتعمل على التيرنينج اسمه انترنال ثريد بالانترنال ثريد تول. خلاص الاكسترنال اسمه اكسترنال ثريدنج على التيرنينج، ده برضو بتول تاني. واضحه؟ طيب تمام يا دكتور، شكرا. العفو يا سيف. انا بس معلش عايزين، انا بما اننا بقى النهارده موجودين وفارس موجود، بصراحه احنا تعبناه معانا جامد. هو فين فارس؟ موجود، انا شايفاه يعني حق ربنا يعني بصراحة. احنا سوينا نطلعه بس اهو، كنت هشيلك من الميتنج وانا بقنوس. ازيك يا فارس؟ تمام الحمد لله يا دكتور. ازيك حقيقي بجد، انا بشكرك قدام زمايلك كلهم بحق ربنا. يعني انا بامانة يعني بيبقى فيه شخص من دفعة بغض النظر عنه انت بقى كوردينيتور بتاع الدفعة والليدر بتاعهم او ايا كان، وبيتواصل كويس، ده حقيقي بيبقى كويس. ما بيعملش ايه يعني، مش بياخد هو الكلام ويألفه. انا دي مصيبه دايما، عشان كده ما بحبش، كنت لازم ابعت للطلبه وريح دماغي. فالحق يعني هو بامانه خلال اليومين اللي فاتوا دول عمال كل شويه يبعت لي دكتور فلان مش عارف عنده مشكله مش قادر يرفع كذا، دكتور رفع حاجه وعايزين يرفعوا الثانيه. طب دكتور انا شايف من وجه يعني حقيقي بصراحه تعب، يعني هو تعب معاكم وتعب معايا انا كمان. فحقيقي بشكرك يا فارس بجد، يعني ان شاء الله ربنا يوفقك ويوفقك كل المواد مش عندنا بس. فحقيقي يعني كويس ايا كان اختياركم كان كويس، يعني انتوا بتختاروه، انا ما اعرفش بتختاروه ولا هو اللي بيختار نفسه يعني. ففارس حق ربنا يعني بنشكره، يعني بشكره بالنيابه عنكم وبشكره انا عن نفسي والمعيدين معايا، لان اي حاجه كان فارس بيرفعها لكم على طول بعرف الناس كلها شافتها. في ناس كانت بتقعد تقول لي قبل كده يعني في دفعات سابقه انا كوردينيتور، انا ده يطلع لي يقول لي انا كوردينيتور، وده يقول لي انا مسؤول الدفعه وانا مسؤول السكشن وانا مسؤول الجروب. انا بصراحه ما بحبش التفريعات الصغيره، لان اهم حاجه ان الحاجه توصل للطلبه. انا بحط على ال ام اس، في ناس ما بتخشش اساسا تشوف حاجه وما بتفتحش ايميلاتها، فدول عاده يعني ايه ما اعرفش بقى هم حالتهم كده انا مالي. لكن هو طالما بيعرف يوصل للناس دي حاجه كويسه. وكانت الميزه فعلا ان في، ويمكن غالبا هحتاجك الكام يوم الجايين يا فارس، لان في حالات مثلا انا ملاحظه انها جت الاسبوع اللي هو كان فيه ديسكشن وكويز مثلا ممكن ما حضروش الاثنين، فده طبيعي هو غايب قدامي. لكن الاقيه غايب والاقيه مثلا عمل درجه ديسكشن، يعني معناه ان هو راح ناقش الباشمهندس. فبص انا اقول ربما يكون الكتب غايب غلط، فهتلاقيني معلش في حالات صغيره بالشكل ده مجرد نتاكد منها. الغالبيه العظمى الحمد لله درجاتها تمام وكل حاجه قدامي كويسه. طبعا في حاجه يعني انتم مش مقدرينها ودي هقولها لكم دلوقتي للكل، ان احنا لما عملنا ديسكشن كتير حقيقي احنا ارهقنا المعيدين بتوعنا، الزملاء المعيدين بامانه ومدرسين مساعدين، هم ارهقوا معاكي يعني. هم في اخر، انا فاكره اخر ديسكشن كان هم حقيقي يعني زهقوا بقى بجد، لان هما بيخشوا يشرحوا والوقت كمان قليل. يعني احنا اساسا وقت السكشن المفروض ان هما 3 اورز ورك شوب، فهم ما الترم ده عملوها ساعه منهم اونلاين. طبعا هما حقيقه قللوا الكونتاكت تايم بيننا وبين بعضينا فيس تو فيس، وده كان احسن لان في ناس بتتعب. ولكن يبقى الوقت عليه ضغط، فبقى عشان كده كنت بقول لكم في الاخر اللي انتوا خدتوه في المحاضره او خدتوه اونلاين خلاص مش هيتعاد تاني في السكشن، عشان نقلل على الايه الباشمهندس اللي واقف او باشمهندسه انها ما تقعدش تعيد نفس الكلام وتاخد الجزء العملي بتاعك. فطبعا هم تحملوا كتر الف خيرهم يعني، يعني حقيقي من غير الزملاء المعيدين والمدرسين المساعدين معانا في الماده حقيقي ما كانتش الماده هتبقى برضو بالشكل اللي هي فيه ده كويس. فيعني بيبقى في عندنا اولا عندنا درجات كتير للناس، عندي 3 درجات كويز يعني حتى لو حد غايب هيبقى عنده درجتين، عندي 3 درجات ديسكشن، ودلوقتي في عندي الرابعه اهو بتاع الريبورت الاخير اللي اترفع. فده كله كل ما يبقى ليك درجات كل ما اضمن اكتر انك انت يطلع لك كواليتي كويسه في الدرجه بتاعتك. اوكي، فانا مش هكذب عليك انا بفعل عندي 3 كويز، فانا كان نفسي اعمل الرابع واشيل واحد واديك 3. فعادي دلوقتي انا هاخد مثلا احسن 2 عندك ممكن اخدهم. خلي بالك انك امتحنت واحد كان اوت اوف 5، واحد اوت اوف 5، واحد اوت اوف 10، بس انا هحسبهم يعني ايه هعملهم كلهم كانهم 10. فمش يعني مهم ان انت كده في الاخر هيطلع لك درجه. هحاول عشان بس الناس تبقى عارفه انا ممكن ما قلتهاش في المجموعات الثانيه،
احتمال ان انا درجات اللي عندي، خلي بالك انك ليك عندنا لسه حاجتين، ليك البراكتيكال اللي هو 10 درجات، احنا ان شاء الله كل ده مؤجل لغايه بعد يوم 20 فبراير زي ما بناء على قرارات الاستاذ الدكتور رئيس الوزراء وكده. فاحنا ان شاء الله المفروض ان احنا بعد يوم 20 لما يبقى في جدول هنعرف ايه الموضوع، هنقول لك تيجي تمتحن العمل بتاعك ازاي او كده. خلاص البروجكت وزي ما اتفقت ووصل لكم فارس، عرفت انه وصل الكلام صح، لان في حد من زملائكم بعتت بعديها تسالني وتقول لي هو قصد حضرتك بان احنا نشتغل، قالوا ان احنا بنشتغل اونلاين مع بعض عادي، وواحد عنده الحاجات وبنشتغل وبنبعت لبعضينا الحاجه شايفينها قدام بعض، ولا قصد حضرتك كل واحد يشتغل بروجكت لوحده؟ قلت لها اللي انت فهمتيه الاولاني هو ده الصح، اللي انتوا كيب جوينج زي ما انتوا بس كل واحد في مكانه، واللي معاه الحاجه بيصورها لزمايله ويبعتها لهم هم يشوفوا ايه البروسيس اللي تم عليه. خلاص وهنجهز الايه البروجكت بتاعنا اول ما يتجمع، هيبقى سهل جدا ان احنا نحطه على اللوحه ونجيبه ونسلم. فواتيفر بقى اللي يحصل بعد كده انا ماليش علاقه بيه، ولا انا صاحبه قرار في الحاجات دي كلها، احنا كلنا بنطبق اي حاجه بتجيلنا. فانت دلوقتي في عندك العشرة وفي عندنا الخمسه، اوكي الاثنين دول مش هيبقوا محطوطين في اعمال السنه، يعني انا عندي اعتقد ان في كولوم لوحده للبراكتيكال، بتهيالي كده بيظهر لكم كده على الاي ام اس صح، في كولوم لوحده مكتوب عليه براكتيكال، وفي الترم وورك. الترم وورك بتاعي هيبقى ناقصه 5 درجات اللي هم بتوع البروجكت. طبعا في 15 ميد ترم غالبا، انا ما قلتش الكلام ده امبارح لان امبارح انا كنت شغاله من الصبح محاضرات وحاجات، ودخلت لهم الساعه 2:30 خلصنا يجي 4:30، فكنت بصراحه يعني هاروني اسئله. فبنقول عندنا لو اترفعت لك الدرجه، تخيل ان الدرجه دي لو الميد ترم داخل فيها هيبقى الميد ترم انكلودد، يعني المفروض ان في درجه بتترفع من البتاع دوت 40 و10 البراكتيكال. انا مش قادره لو انتوا لو ادتوني ثواني كده بص عليها اقول لكم بتبقى ازاي، هتبقى ازاي بدل ما احنا عاملين نالف مع بعض. يعني انا بتظهر لي كده، فانا بس عشان ايه تبقوا عارفين، ممكن احاول ارفعها بحيث ان ايه لو في حد كل واحد يبقى عارف هو في مستوى فين، عشان يبقى عارف ان هو محتاج يذاكر اكتر شويه عشان الفاينل والحاجات دي كلها، ويبقى عارف هو معاه كام، في نفس الوقت ما يتغرش يعني بلاها من الغرور بقى، عشان ايه انا متعوده الحكايه دي في ناس تخش تجيب درجه حلوه في الميد ترم وتقول لك خلاص انا وتجيب درجات كويسه في الترم وورك، وبعدين تيجي تقول لك خلاص انا الماده بقت في جيب معايا، الماده خلاص ضامنها، خش الفاينل يا دوبك نعدي يا دوبك يجيب لي الايه ال 30% من الورقه بالعافيه ولا ال 40%. ثواني كده اشوف الدرجات تنزل ازاي. لا في ميد ترم لوحده، وفي الستودنت اكتيفيتي، وفي اللي بتاع دوت البراكتيكال اكزام. البراكتيكال اكزام ده كله من لوحده احنا مش هنقرب له حاليا، الميد ترم موجود اوريدي، الستودنت اكتيفيتي في الحاله دي اللي هي المفروض تبقى من 25 درجه، انا اللي هيترفع لك يبقى من 20 طبعا، انكلودنج البونص بتاع الناس الحاجات دي كلها. انا معايا الزملاء المعيدين كلهم مدرسين مساعدين رافعين لي، الناس اللي جاوبت معاهم في السكيشن حاطين لهم بونص، اللي انا سالتهم في المحاضرات واديتهم بونص حطها، فده تقريبا هيبقى ال 20. اذا حسيت انك انت مقفل، يعني زي مثلا واحد جاب ال 10 وال 10 الكويز والريبورتس وليه بونص، انا مش هقدر احطه دلوقتي ازود له البونص لسبب انه هيعدي الحاجه و20 لغايه لما اشوفه هيبقى ايه في المشروع. خلي بالك ان المشروع 5 وممكن يبقى فيه بونص لو انت عامل حاجه كويسه. اوكي احنا لغايه دلوقتي كل حاجه زي ما هي لغايه لما ان شاء الله يعدي يوم 20 ونشوف، او قبليها طبعا هيتقال لنا جدول فنبقى عارفين الدنيا فيها ايه. تمام، يعني يا ريت يكون الموضوع واضح للجميع، عشان في ناس بتقعد تقول حاجات انا خلص من هنا بص الاقي دكتور ده قالوا لنا كذا، الاقي حد معيد يقول لي دكتور في طلبه عايزين يروحوا الكليه عشان الورشه عشان هيسلموا الحاجات هناك. ورشه مين ده؟ انا بصراحه اعتقد زميلي المعيد اتخض لما قلت له هو مين اللي هيروح الكليه اصلا، احنا بنروح عادي لكن الطلبه ما لهاش دخول الكليه من ساعه القرار اللي طلع، ما حدش يعرف ناحيه الكليه نهائي، ما حدش دخل. فبتطلع كده هفوات من بعض الطلبه، معرفش هم معانا ولا عايشين في كوكب تاني، يعني ان القرار ده طلع بتالي كل الناس عرفته، والا هم ما بيروحوش الكليه ليه. فمعلش يا فارس تاني انا بشكرك بجد وتعبتك معايا الترم ده بالذات من ساعه ما قعدنا في البيت. يعني عفوا يا دكتور. لا بجد يعني ربنا يكرمك باذن الله، يعني يكرمك بقى حق بقى ال 1080 طالب دول، وندعي لك كلنا ان شاء الله. شكرا. طبعا يعني اي حد فيكم بجد كان بيوصل معلومه صح اعتقد ان هو يعني كان يستحق يتشكر، لان في مشكله ان في ناس، يعني انا عانيت، انا عمري شفت دفعه زي بتاعه السنه دي بياخدوا كلام ويالفوه، فانا ما بحبش الطريقه دي، يعني ده اسلوب مش اسلوب طالب اصلا، ده اسلوب حد غريب يعني.
فكون ان نلاقي حد اونست بيوصل المعلومه زي ما هي وبيوصل للناس في وقتها في ساعتها على طول، دي حاجه كويسه. وتقريبا انا كنت برضو اعتقد ان انا حاولت والله يا فارس اعمل اكتر ما اقدر في ال ام اس، واعتقد الحمد لله معناش الا خمسه دلوقتي هم اللي درافت، ومفروض هم يتحركوا عشان يرفعوا حاجتهم. ولو في حد اللي هو بالذات اللي هو رفع، انا للاسف ما اقدرش استقبل للاسف ايميل بتاع ده الريبورتس بالايميل، لانها معناها ان انا ممكن اظلم الطالب ده. اولا هتخش على حاجه ثانيه عندي. اتفضل يا فارس. جمعتهم في اكسل شيت و خمسة بالظبط اللي كلموني من الثلاثين. هو في واحد اكيد بعت لي وقال لي انا رفعت الريبورت بتاع الدروينج بداله، ما اعرفش ازاي يعني. هم كانوا بيرفعوا حاجه يبص عليها، ده بالذات اللي يمكن حسيت ان هو مأساه، لكن الباقيين هم رفعوا حاجه غلط ولا ايه المشكله عندهم؟ هو المشكله في السيستم بيبين لهم انه سبميتد من غير ما الفايل يترفع اصلا، فانا جمعتهم في اكسل شيت ومعاهم في بياناتهم كلها. وعرفوا منين الفايل ما اترفعش؟ عشان بيبان لما الفايل بيترفع بيبان على الـ على الـ LMS انه موجود، يعني الفايل نفسه بيبان. قال لهم ان هي سبميتد، ما دي مشكله بقى في ابلكيشن اسمه موديل هما ما بيستخدموه. من على التليفون المحمول. ايوه ده ما حدش يستعمله، ما بيظهرش. أيوة. عندنا احنا بالفعل حاجه بيطلع فاضي. فلو ينفع ابعته لحضرتك، انا جمعته وفي لينك للريبورت نفسه على طول، وفي اسامي المعيدين وبياناتهم كلها. طيب ماشي. طب بس اللينك ده ما دوست عليه ما يطلعش ان انا لازم اطلب منك ريكوست انك انت تعمل اكسس؟ لا لا خالص. هشوف رغم على قد خمسه مقدور عليها، لكن اكتر من كده بصراحه هيبقى صعب يعني. خمسه دول انا هتكلم فيهم يعني بصراحه، سيبك من اي حد معيد، انا هاخد بالي منهم هم الخمسه، لكن هم اكتر من كده. عشان كده انا فتحت ممكن يرفع اتنين ملف، ممكن يرفع يعمل كذا ترايل في البتاع ده في السبميشن، لكن هم طالما لا التليفون المحمول ده كويس انك خدت بالك. حكايه البتاع ده السوفت وير اللي عليه لا ما بيبقاش زي على الام اس اللي على اللابتوب، بيبقى بيقبلوش ما بيطلعليش حاجه. السنه اللي فاتت بالفعل علينا من الحكايه دي، كانوا الطلبه يخشوا يرفعوا الحاجه نخش نلاقي فاضي ما فيش حاجه خالص. يعني احنا دلوقتي هنلاقي اساميهم بس مش هنلاقي ملف جنبيهم، صح كده؟ أيوة. يعني هم كاونتد في 1040 طالب دول مثلا. ماشي. ايوه خلاص تمام. شكرا يا فارس تاني، وبشكرك وكل سنه وانتم طيبين جميعا. انا بقى هكمل بس الحته، لو مفيش حد عنده اسئله هفتح الايه بتاع الميتر، مثالي بقى كفايه تسجيل كده عشان بس ما نطولش الوقت على اللي هيسمع المحاضره.